بناتي حبيباتي نكمل معاكم التمارين صفحة 142. Reread the sentences in the passive form. أعيدي كتابة الجمل في صيغة المبني المجهول. من يقول لك reread يعني الجملة نعطيك إياها مبني المعلوم المطلوب تحويلها إلى مبني المجهول. لو تلاحظين وياي somebody left these books in the classroom. somebody اللي هو الفاعل مالتنا. مباشرة يجينا الفعل الرئيسي. مباشرة وراء الفعل الرئيسي راح تلاحظين المفعول به. These books ضمير مع الاسم in the classroom. أنا هنا أنا ما عندي ظرف أستدل به. أنا أول وتالي راح أعتمد على الفعل. الفعل left بصيغة الماضي البسيط. خلاص مدام ماضي بسيط أكتب القاعدة اللي هي مفعول به زائد was were زائد تصريف ثالث للفعل. أحذف somebody ما أحتاجها وأنزل these books. These بالكابتل لتر مثل ما تعلمنا. بما أنه هي جمع أخلي لها وير وحسب القاعدة وير والفعل هو نفسه الفعل الماضي هو نفسه تصريف الثالث للفعل وأكمل in the classroom. هنا خلصت الجملة الأولى. Number two. Somebody teaches history every day. لو تلاحظين هنا أنا عندك ظرف اللي هو every day مضارع. مع هذا أنا قلت لك في محاضرات السابقة أنه لازم نتأكد أنه الفعل ما يكون ضد أو يتنافى مع الظرف اللي عندنا. Teaches فعل مضارع حلو بيأس الشخص الثالث و every day ظرف مضارع إذن الظرف مع الفعل يدل على المضارع البسيط حسب القاعدة مفعول به زائد الزوار زائد تصريف ثالث للفعل أحذف somebody أروح المفعول به اللي مباشرة راح ألقيه بعد الفعل الرئيسي أنزله history مفرد لو جمع مفرد ياخذ is تصريف ثالث للفعل أو أنا أرجع الفعل teach وأسوي له تصريف ثالث للفعل taught تي AUGHT مثل ما تعلمنا AUGHT ونزل everyday الظرف مالتي أروح number 3 somebody is cleaning the room right now. لو تلاحظين الفعل عدش الفعل المساعد مع الفعل الرئيسي هاي دليل كلش كافية على صيغة المضارع المستمر وعندش أصلا أيضا الظرف اللي هو right now الآن أحذف somebody وأنزل the room capital letter the room اللي هي شبيهة مفرد حسب القاعدة تقول الزوار زائد being زائد تصريف ثالث للفعل هاي مضارع المستمر أقول the room مفرد is being cleaned أحذف ال ing من الفعل cleaning أصرف تصريف ثالث للفعل cleaned right now for رابعة somebody will grade our homework over the weekend شخص ما رح يرتب لنا our homework واجباتنا خلال الأسبوع هاي أصلاً مبينة من خلال وجود الفعل will ماشي فإحنا هنا ما نفكر بس نكتب القاعدة اللي هي مفعل به زائد will be زائد تصريف ثالث للفعل فرح يكون our homework اللي هو المفعول به اللي بعد grade our homework ونزل will be وأسوي بس أضيف الجي للفعل graded ونزل ما تبقى من الجملة خمسة somebody was opening the gates when we arrived. لو تلاحظين الفعل هنا was opening اللي هو ماضي مستمر. بعيدا عن وين وجود الأداة وين. احنا نعتمد على الفعل الموجود عندنا الرئيسي. المساعد was والopening ing يعني ماضي مستمر. اكتب القاعدة اللي هي مفعول به زائد was where زائد being. كلمة being تخليها زائد تصريف ثالث للفعل. أسوي مثل ما سويت بقية الجمل أنزل the gates. البوابات اللي هي جمع رح تاخذ وير حسب القاعدة تاخذ being تاخذ opened تصريف ثالث للفعل أحذف الـ ing وأضيف له ed تصريف ثالث ونزل ما تبقى من الجملة لهنا خلصت التمارين